إلى القرآن. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. عشر كانوا وعشر كي كنتم يسدحات دروستي تفسير القرآن الكريم كمدة مايك دحجرنا هي سورة لرا وسورة النساء ماين هديرنا آيد تميكو آيدا سورة كمدة آيدان ميتا آيدا لرو آيات المواريث آيدا دحل كوشيكو آيدا انكو هر هريانو انكو ميم سنة السورة دانا لك حسيا كمدة عشاكي كنكو هري ميها شاكنين للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. آيات المواريث كإنية كميدة آيذها والنحل كوكو هذا لو سبب نزول جينا ميها شاكني إني جاهلي ذي أما مددي أو إسلام نماذك هريتي أما رقمي إسلام كموافق سناينا بلانت إيو عيال كبه كرابي جران أمبؤن ديدي جران دحالك إني وقيبتي وكقاظم مي إن أقلاينا دحال إني قاظم كليه دادكو أدقالي هنده إه أو حوالها صدي لهوار الرومي الدفاع ذكر أو أردد أود له قاشن قاد أهو نوعاس إشليديو والنحلين يأرجران في كركاس آمن سنين. إلهي سبحانه وتعالى أرنتيادها اتيار ديه دي دي ميره مغل إبلان كل شب دا كستبه آذينا نحل يليين نحل كاسي ميك اللين مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وللماذا والد كتبان إيو قرابد كتبان بضنا ذينا يرى ذينا بميك اللين لحالك اللين آيات مركا قوتهان مي حكمتين إني عيالك إيو بلانتي يونا لحالك والكلين أرنتنا نهاين سددتك جاهلي ذك نولين آمين سنائين. لكن آيات مشاقنا قولك استبو ولا يلتم الشاكم أيضا يوصيكم الله في أولادكم لكم بالله أيضا كيكدو ولكم نصف ما ترك أزواجكم إي أيضا كلا السورة آخر جنينك كويدونتو يستفتونك في الكلالة إردونت أيضا هسي كل جو ميل رهي ستفاصيل وان هذا العام مركا تنينك هريت ميكو هذا العاسة هي الفروع والأصول ولا رو أما الأصول والفروع أصل إيو فرح سيدي والنحل لهاين يكو هذا العصر
إلهي سبحانه وتعالى مركا آيد ميك بالله ومير يوسيكم الله إلهي ميسين فري أوسين كل دردار مي في أولادكم في شأن أولادكم أولادين أرنتيو بما يذكر ولا للشاق الدوني إلهي سين فري سين كل دردار مي آيد مركا ميك موقو تاي إلهي سبحانه وتعالى إني لما ذو والد حتى قفكوس أمكو نحريس بذنين بني آدنك الدنيا ما إلا أريدت كنك نحريس بذن ما يواهي آذي إي آوك يوالي بلان إيدن كنحريس ذه إلهي سبحانه وتعالى أن تاسبك إنكو نحريس بذنين ولذلك ما يريه يوصيكم الله والدين تهو بسنتين ميسين فريسين كل دردار مي في أولادكم في شأن أولادكم أولادين أرنتيو يوب الدردار إيو أمر سين خسيانة قام كي سمارتي حقوق ديو أنسي لهاي تن مركا وحيابه إلهي سبحانه وتعالى ستاس انقيبي يعني أماري ما يكون مده لحلقة كمده أرمه ماليد لونه كمده ولذلك أرنتان ما دام أرن لقاره كساب سنية إته بني آدم كن اسك خلافوجي لقاله وسبدي إلهي سبحانه وتعالى أسقي بي لحالك قد هانا ميلك موتا إسدي بسبب النقضي إني يعني ليس دحالة سد أرمو صاحب الرحبية ميري أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نصب وولاء وهي نصب ونكاح وولاء ما بعدهن للمواريث السبب أنا سديد الشيء اصلح الكشيرة إما نصب على الشريعة إما نكاح جور إما ولاء حرام قف كذا حريت أكل أسباب تصورت أسباب تدسك الأحلو مين لحل كهربائي ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقطر واختلاف ديني ففهم فليس الشك كاليقين ما رأي لحلك ما يكون ربائي عشان كاكو قيب قال لفضاء سمع معناه سد أرم وذر رق أضرمة وقتل دليل تنك هذا لا حلف الدليل واختلاف الديني يدين تقول خلاف المسلم يكافر ليش على هذا هان ما يلير موانع الإرث يلير سديدة سي أرم سديدة أرم وتكلها تون هالشأن ما يلير أسباب الإرث سببها لسكت أحلاه النصب والنكاح والولاء هان كلام مين سديد كلام موانع ذي بريبة إرثي رق وقتل واختلاف الدين مركز ما يكاري شيخ ففهم فليس الشك كاليقين فهان كاري شكية لانتوم ايه مركز هانون موانع لره هانون ميلره أسباب واسكهر لعم مقدمة هانون صوبيان تنكلا نعيد واللي ندحل أو لما نعيد له إما فرض ولا كدحل إما تعصيب ولا كدحل فرض الله أو إلهي كتاب إبتيس الكحسنة ليو النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس لتون ليو الفروض المقدرة في كتاب الله آيات بركة هرتاني يا الله ما يكون شاك ويا سهي لما ذو والد سيدي والله حل الله هاين إيو الله انكم مركو سلم ذو أولادي تيس قابكي والنشل والأذل هاين بون أحل جونا كذل هاين أرماها سكو هذا راس يوصيكم الله إلهي ميسين فري
أصين كل دردار مي في أولادكم في شأن أولادكم أولادين أرنتيو بما يذكر ولا حتى لحصد ونها درع رأسين كل دردار مي للذكر كي مجلك هاي أو منهم أولادكم مدأ مثل حظ الأنثيين مثل نصيب الأنثيين لما بلا مر سهب جو مثل يلي معنا تصالة هان لغد مدي ما يكتب إيه أريكو إيو لما جبرو ذو كتب مركا مالكي ميلين قيب إيه فله نصف المال وله من نصف يا كاري لاملا لين قيبيا قيبتو ما اسكلاهي لانكي مغل كهايا اسكلاه قيبتو ما اسكلاه لما دي قبرو ذا شلقا ذا دايا اما هو امركيو ساسكو كلمان اريكي لما دي قبرو ذا كلمان للذكر كي مجال كهاي أو منهم أولادك مدى مثل حظ الأنثيين لما ذي بلا موت نصيب جو أوكل اللي إذا اجتمع وهدي كل مان فله اسمي لي لكاري نصف المال مالك نسجي وله ما يون ميلين النصف نسجي اللي لما قبره سي كوريكو لما لينك قيبيا قيبتو أسلا قيبتوني يو قيب سدا لان إنو صان شرق هذا فإن كان مكري معه واحدة هدي جبر هلين تولي بأتنا ميلين شرقي بيه مالكي إلى سدح قيب وظلين قيبيا يثلف يلت سدح ميل ميلا قاضاس وله الثلثاني سون لم ثلث أما سدح دلول لم دلول قاضي هدي ميت كد مضاه أو شليس ليروغ والكلب روغنه حاز المال كله ولا المال كله جيب أرسل وريجي يوصيكم الله إلهي سندر دار مي في أولادكم في شأن أولادكم أولادين أرنتيو بما يذكر ولا تلشيا قدام يا سندر دار مي للذكر كي مجل كهاي أو منهم أولادكم مدى مثل حظ الأنثيين لما بلا مض نصيب جو أكل اللي معنا لما دي لما بلا مض ولي قاض فدان يشري دي قاض فإن كنا هدي هذا أولاد نساء بلا شليدي وهدي هذا نو ميغيل انك جرنا بلا ان تصف وقثنا تين لمك بدن اما بلما اي ولي لمك بدن ايه فلهما فلهن بلا انت بدن ايت ميلين ثلث ما ترك الميت لانك ميت كي دمدي مالكي سكتبي سدح دولار لم دولار لين واترد بلا انت لم لك بلا اي ولي كبدو معنا ميلان راس فوق ثنتين فوق هذا السيد معنى ديري أمشان أسرع عن المض مفسرين تسرع معنى فوق ثنتين هدي الليرة هذا لكم معنى جميل مين كذي لما بلا مض ولكبض سدي بركاس أنا كذي هسدي بركاس هدي حقون جني نيشاني نيشاجي وإن كانت واحدة من فلها النصف حقون جني نيشاجي لما خورم بيعني بعث مركا سدي دي ولكبض على الرأسيه من حقوقك واحد ذا قاضاسة ما يحقون جيه مركز التاسيب اللي انكبها على مدى السيدين بدهين مفسرين بدهين فإن كنا النساء فوق اثنتين ذا أي من اثنتين فساعدهم لم يولي كبضا أبر كاسي انجيذهم في رهة كتابك جلالين كي مركز تفسرهم ميكا راي وإن فإن كنا هديوا هذا نوع أي الأولاد أولاد النساء بلان فقط كلية هديا هذا بلان تصف وقفنا تين اللامك كوريا نوكو بدن سد أفرط من لباتهم ولفضا عن هذا فلهن بلان تميلين ثلثا ما ترك الميت ميتك وليسك تبي سد حدلال لما الدلال لين مركز ما يكاري شاخ وكذا تردون بلان تي بدن ميلو تو ايه الاثنتان لمن لتوئين الكاري
لأنه للأختين بقوله فلهن ثلثا ما ترك أيضا يعني ثلثا ما ترك هذا خيرت دم بقى يعني سوردنا يستفتون كأيد يعني قيبني كويد أنت ما يكل جريه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي سعد بن الربيع اللي راي مركوس كتم ذي دجالك أحد يا ما يكون ترى حاسجي يو لما جبروا السطالي مركا أضيع أدار شهاي يا هم تدي دم بكل هوريك هذه هي الدعوة مركون رسول صلى الله عليه وسلم يا إنساتي مركمرت يا رسول الله سعد دمدي أدار كان أنا ميل هوريك مالك دم ميل والب مالك هاي ساسل سعد سيرتي رسول صلى الله عليه وسلم أن دعوة إنشادي رسول كمركا أنوري مالك لما ثلث بميك وريجيه قبل يكبر معناه فلهن ثلثاء ما ترك الله من ليه هاي مركون أنا فوق هذا سمعنا ما كل رئاسة اللي صنع اللي يكون في إذا يسده أساسا انشرح دي تنكلا رسولك صلى الله عليه وسلم سلوذ تيسا اللي يكون في إذا يسده أو سلوذ هتون هشاقني أو أسأل قيبي صلى الله عليه وسلم لما ذي جبرت ثلث كوسسي لما ذي جبرت كوسسي ثلثان كوسسي مارك فوق هذا ما يرانا زيادو لفظك زيادو أو كلا معنى محبة أرسلنا كويدن قرآن يعني اللغة هان مركي وان هذا لا يعلم هذا المهم ساسو مركا من اثنين فساعدنا كحساب تماس هذا اثنين شليدي عن كناك طيب فلهن ميلين ثلثا ما ترك ميتك ولكتاب إلا ميدي ثلثيا لين سدح دلال مدلال يلين وإن كانت هدية أي المولودة تنلد علي أو ميتك كتباي هدية واحدة قبر هلين تشريد يلي هدية كتباي فلها نصف نص يلت مركا هداي ميرني عشرك بلاو شيء هدي ميت كي سكتابة كريكو إلا مجبرد لما لينك شال قيبية قيبتا كريكا قادة قيبتان لما تجبرد شال قيب سلاين غيرني وامر كيو كلمان مركلا نما هشاقني هدي لما جبرد ما اجبر هلين تولي سكتابة إي كريك اللي سكتابة مسألة ميلك السلاة يعني ثلثان إني لسي سدح قابة ذلك ولا ثلثان ميل سيه يركي مجلك هيا قاعدة ثلث نجبرتا قاعدة داس مركب وحيابا يدلي لسيدان فوق اثنتين مركل الروب إني اثنتين كان ميلها قرآن ما يكون مدى يهذا مجل والله دحل عصابة ثلث قاعدة تيهين يدو جبروهم ولا ده حلاس الثلثانك لا بدو ايران او لا بو كهبون طب يعني كوكو هرئي تبيني اكو قيب قال لك مركت اسمان كدان لا اني فوق ثلاثين دا سي يدن فهم تان وان كانت المولودة تان لده علي بولو كتباها او ميتكو كدم دي واحدة تان هل هدية اتا او ميقل اي والبقن لجرنا فلا نصف يالا اتا ولكالانا تعصيبا لك دحالة معنا صدق مركوس لما جبرد أمبو تركوا بدموس كتبوا أمجل بروج ميوس مثال لين ولكهرانا تعصيب لين قاضوا هان أولاد ياها مركا فروع ياها أصل كين مركا دحج يمين كده ولي أبويه أبوي الميت لانك لمدي لمديس أو لكل واحد إنك كسر منهم أيقمة السدس سدس يلي مما مالكه جي يكلي ترك أسكتابي يكلين أو ترك أسكتابي إن كان له ولد هديس أولاد لي أولاد اسمك لي هذا أمبا بلان لي هذا لنك يعد مدي هذه سأوجي كتابي أولاد كتابي والدين تيد حلق ما واهن لكاري سدوس لين سدوس كين ما لكاري معنى اللي بيولد ميلو لكوذ سدوس سدوس كين ما لكاري لما هذه أب مكرده حياه، ولي أبويه السدس ما كيرنا،
ولأبويه لكل واحد منهم السدس والكاري كي كس يوكم إذا سدس لي آكو سدس لسيه آل سدس لسيه سالين كتير بيا معنا لان لان والقدر دوم الله ما هل سدس انتا السيد آكي آل بها وضعيب سدا ما لأرو ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد وادي أولاد روك دو مغالي بلا مولي فضاين هذا فإن لم يكن له قف ميت كهاي لمن يهديس أن الله إنه ولد أولاد أو ورثه أبواه لم يدس أو لحرائن آدي أو كلي وذي فلأمه آذس الثلث ثلث لت أي ثلث المال مالك ثلث إيه لت وليهرنا للأبي أو كله فإن كان له هدي أصغنا هذا ميت كيده إخوة ولا له ديس لي لما هذا كبضنا هذا مجل هذا بلان هذا ولفضان هذا فلأمه آذس السدس سدس لت معنى ميت كي ميكو تباهي آذس أو شيء إولا لي أصول لدن لما له هذا كبضنا هذا مجل له هذا بلان له هذا ولفضان هذا آذس مركبين لتاهين سدس لت هداي ميل هايته ثلث لهايت ثلث كي هاكو بورا سهي قيبتي تي سيرا داس مي قادو غلا سهي سدس لان اخوذان يا مي كو حجابا انا ثلث قاد شدي مي نا درجدي هانديكا انا الى سدس كي هانديكا ولي كرهري او مالكي كوميدا ميل كرهي للابي اوكا اسكله ولا شيء يبقى ولا شيء للإخوة ولا عليه ولي الأحرى يعمل له فإن كان له إخوة مرلمات من الأسفيري فإن كان له دي أنصغنا دي ميتك إخوة قف كتلم دي ميليا ولا له أسول الأرض لم لن هذا كبضنا هذا مجل هذا بلان هذا ولي فضاين هذا ميكا للروغة آديس نروغد أو شيء نروه فلأمه آذس مالك سكتابي ميكو لتا السدس سدس لتا لحميل دميلو لتا ولكالة باقعة للأبي أو كله ولا شيء للإخوة لكري ولا له والإيوليين أمي ليو كقاد دايان مال أرغو وإرث من ذكرا دادكي هتلها الشاقي تحلجو من بعد وصية من بعد تنفيذ وصية دردار فليوش قدام بواء هذه وصية صار يوصي دردار مايو بها وصية بميت كدردار مو أو دين من بعد قضاء دين دين قدوش قدام بياء هذه نحل كاسي معناه مركا حتى ما يرغى سميلا هرمر سيهي وصية أنا قفك مركو سلم ذا وحيابان كهري لفلي لفضاء ما يكون مدى لري ولا لين كسمونة التجهيز مثلا كفانتيس لغوشي قبر قدوشي كتكدوشي أرماس أنكوري أرماس ولي نقالة قالوا يا نقالة هرتي يا عليها انتدي لكو بيه مركل بيه وصي الدين الفيري الدين تلا همريسي هذا آيد وصي ده همريسي ما همريسي ده ليري للاهتمام بها إن للدنايا لأنك ميت كأولي وصايا ذي لقدري لقيمة درتيا ولا هنهر مري لكن صداء أولوية أت كريد أتيا دين دينتي على هر مرسية في رشاخ ميك ليا وتقديم الوصية درداتها هر مري أوجي على الدين دينتي لها كهر مري وإن كانت هباها توصية مؤخرة عنه تلك الدب كوها باها في الوفاء وفيوك للاهتمام بها الدنايوية للدنايو درتية اللي والي لك مرغة مركو ولي وصية إن اللفولي أهميد لسياو الله مري سيما دين تمر كهر اللي بدي مؤنة التجهيز كمركاتك قدرت كفنتي لغوكي قبرك إيو مارتي أرماس مركو لك قدر ولا أنكو ميم سنحتان الهنقورة ما يتا ديموي إيو لقدر كردان بحتان لسور صدا وصية دي تسمعنا سيدي لينفولي لهاي وإرث ما ذكر ولهت الله الشاقي نحل شو
قاب كهتلها الشاقي أو إني واللين دحل ونعطاها الشاقني من بعد وصية دردار بعد شواء هذه وصية من بعد وصية دردار بعد شيء بدردار فليوشة بعد شواء هذه وصية صار يوصي دردار ما يو ما يتكب بها وصية دردار ما أو دين من بعد قضاء الدين دين قدوشة قدام بها هذه أو ميتك لك الله هاي إلهي مرك مرة آباؤكم أويالكم إيو وأبناؤكم أولادين لا تدرون اسم كساسا أيهم كيدي أقرب أو أم بضنا لكم اسم نفعا أنفعوا في الدنيا الدنيا والآخرة آخرة فمن الناس تتكون ميكم مدى لرين من يظن أن ابنه أنفع له لا أمله إني أنجي به إيدس والأنك تراه أو كي والد كي يجيب أنجي أنك ميم سيني فيعديه الميراث لحال كيسيه لكن حقيقة نمي نقداس أن يكون الأب أنفع أو كي إني سنك فائد بذن هذا أنجي سساس بهرمري مرمر ميدا سلام إني سن أرغى أوجي إني سن فائد بذن يا لحال كيسيه لكن حقيقة نأتي أن يجي إنس نفع بدناي. مارك إنسان كوار إرتان على أرجاي أي كين رون كان عم بدي أسي أو كاسي عم بدي أسي ما نجا عم بدي أسي كوار إرتانو كيسن دنتين كجرت فإذين كجرت كسوى إرتان على أرجاي إله سبحانه وتعالى أسوب إيبي علاش كاسيسين كدجي كي والسين أنفع أو كي كلام أسوب قرداي لم بوريسون قرشي هالس يدور آباؤكم أو يالكين وأبناؤكم أولادين لا تدرون دديه اسم كساسا أيهم كيدي أقرب أو أم بضنا لكم اسم نفعا أنفعوا أهانسين أو أم بضن في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة كيسين لو مكساسا وإنما العالم بذلك لنك أرنتاسي أقمين لوا هو الله إلهي لي ففرض لكم الميراث ولكرمك لحلكي يسين جدي يسين قدري لم بولف سكاد فدي أن قدري فريلا تن قدروا يا إلهي قدري فريلا داس من الله إلهي جيكو أهات إن الله إلهي كان علما هذي عليما أليه أك بخلقه خلق جيوك حكيما فلسوبنا فيما دبره لهم والألول سهمام الإسر يسم قرشين الله سبحانه وتعالى كفلسوبين مركا أيضا ما تاع أيد قوة أو يعني سي تفاصيل إيه أمك هذا راس أصل كي يفرع ده حجي أيضا إنك هيك دي ولاكم نصف يعني ما يكون هذا لدون تهديل إكرارنا كذا زوجين كلا ماذا قف إسقبان هي كوا هذا لدون تيو ده حجي يقاب يسمى لدون مركا عشر كي إنكم تون إذا حد وكنت لين إنك هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.